لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة الميثاق، الميثاق الوطني العراقي يكشف معلومات خطيرة تتعلق باستهداف قرى المقدادية وتهجير أهلها. في المدى، تطابق نتائج الانتخابات يغضب الإطار التنسيقي، نرفض إجراءات المفوضية. في يقينات، الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجراً عراقياً على الحدود البولندية. في الشرق الأوسط، خبراء إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان. في العربي الجديد، مقتدى الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية. في موقع عربي 21، الإفراج عن مسؤولين من نظام البشير والبرهان، والبرهان يقيل النائب العام. في نيويورك تايمز، قيود صفر كورونا قد تعزل الصين عن العالم، تكلفة باهظة. السلام عليكم. كشفت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عن معلومات خطيرة من مصادر متطابقة تتعلق بحرب الإبادة الجماعية وعمليات التهجير القسري التي تعرضت لها قرى المقدادية وأهلها. إيران تريد تأمين طريق بري عبر ديالى للوصول إلى سوريا ونقل الأسلحة والطائرات المسيرة والعناصر الميليشياوية وإعداد العدة مع نظام بشار الأسد لشن هجوم عسكري دموي على إدلب والسيطرة عليها وتهديد تركيا. وطالبت اللجنة العليا للميثاق في بيانها المرقم ب110، طالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي ودول الجوار العراقي كسر صمتهم المريب لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي المقدادية وقراها. وأدانت اللجنة عمليات التهجير الطائفي القسري الهادفة لتدمير إرادة العراقيين لتمرير مخططات المشروع الإيراني، محملة حكومة الكاظمي والميليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة لتمرير أجندة المشروع الإيراني في العراق. وأضاف الميثاق الوطني أن المجازر التي نفذتها الميليشيات الطائفية جاءت بغطاء حكومي. في موقع وكالة يقين نقرأ تقريراً حول ديالى أيضاً، حيث ارتكبت الميليشيات السائرة في ركب إيران جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائمها، عندما أقدمت على مهاجمة قريتي العامرية ونهر الإمام في قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى لتقوم بإعدام عدد من رجالها ونسائها ميدانياً، كما أوقعت ما يزيد على 20 إصابة بين قتيل وجريح. منذ سنوات تصدر تقارير دولية ومحلية عن هذه الجرائم، خاصة في محافظة ديالى، دون أن تتعدى الاستجابة من الأطراف الدولية الاستنكار وكلمات التعزية. وكان مركز جنيف الدولي للعدالة قد أصدر تقريراً بعنوان التطهير العرقي والطائفي في ديالى، موجهاً إلى الأمم المتحدة في أعقاب أحداث مشابهة وقعت عام 2016، استعرض عمليات القتل والتهجير في المحافظة، معتبراً أنها تمثل مخططاً متكاملاً تمارسه الميليشيات بمشاركة الأجهزة المرتبطة بالسلطة القائمة في العراق. وحدد المركز في تقريره المتضمن 19 صفحة أسماء شخصيات إيرانية وعراقية من الأوساط السياسية والعسكرية وزعماء ميليشيات، قال إنهم يمثلون أبرز المتهمين بارتكاب جريمة التطهير العرقي والطائفي في ديالى. وذكر التقرير أن منطقة المقدادية في ديالى هي المستهدفة في المقام الأول من عمليات التطهير، مشيراً إلى أن المحافظة ومنذ ذلك التاريخ تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات القتل الطائفي والتهجير المتواصلة. واستعرض التقرير الصادر مطلع عام 2016 عدداً من تلك الجرائم التي وقعت في شوارع المقدادية أمام أنظار القوات الحكومية.
وأورد التقرير شهادات لأعضاء في مجلس النواب حول وقوع إعدامات بالجملة، مؤكدا أن معدل القتل قد بلغ في المقدادية وحدها من 7 إلى 10 حالات يوميا، وأنها ترفع إلى البرلمان والجهات المسؤولة لكن دون جدوى. الهدف من هذه الجرائم هو إفراغ هذه المناطق من سكانها الأصليين ضمن مخطط التغيير الديموغرافي الذي تشهده محافظات عراقية عديدة. أحيا الآلاف من شباب وشابات العراق وفي كل مدن الجنوب والوسط ذكرى انطلاق ثورة تشرين، حيث خرجت الناصرية بشبابها وأهلها ليعودوا من جديد إلى ساحة تجمعهم المشهورة الحبوبي، والتي شهدت على بطولاتهم وعزمهم أمام القوات الأمنية وعنفها ضدهم. وتجمع الآلاف من طلاب مدينة الكوفة أمام جامعتهم، وفي الأول من شهر تشرين هبط الآلاف إلى ساحة التحرير في بغداد ليعاهدوا على استمرار الثورة والتمسك بمطالبها الوطنية المشروعة. مقال الكاتبة ولاء سعيد السامرائي في موقع كتابات. قبل عامين خرج جيل هادر ليمزق حجب التدمير والتمزيق والتخريب والتمثيل بجسد العراق، مزق حجب الكذب التي أسدلت على العراق وشعبه ليداس عليه وعلى تاريخه وجغرافيته. بصوت واحد خرج الشباب تبعهم، وبسرعة آباء وأمهات حضروا مع بناتهم وأبنائهم ليتصدروا الخطوط الأولى من المواجهة مع القوات الحكومية والميليشيات الولائية، مطالبين بإسقاط العملية السياسية وإزاحة كل الأحزاب التي جاءت مع الغزو الأمريكي، ليتشكل في ساحة التحرير عراق مصغر يهتف فيه المسلم والمسيحي، العربي والكردي والتركماني، بهتاف بالروح بالدم نفديك يا عراق، رافعين العلم العراقي مرددين نريد وطن على مرأى ومسمع العالم. وبشكل منظم قامت في ساحة التحرير حكومة من الشعب، تمثلت كل شرائح الشعب العراقي ومكوناته فيها تلقائيا، إذ اجتمعت خيمة الأطباء والممرضين إلى جانب خيمة الأساتذة حقوقيين وقانونيين، والذين تصدروا لكتابة دستور جديد بأيد عراقية، رافضين دستور نوح فلتمان الذي جاء به الاحتلال ليكون دستورا للعراقيين، إلى خيام الفنانين من الرسامين والرسامات والخطاطين الذين وضعوا فنهم لخدمة الثورة ورسالتها في عراق جديد يحلمون به. مع دخول الثورة عامها الثالث وخروج الآلاف من الشباب في كل محافظات الجنوب لإحيائها ومعاهدة الشعب بالاستمرار على نهج الثورة في انتزاع الوطن، بعدنا نريد وطن، تترسخ ثورة تشرين ويرسخ ثوارها أنهم روح العراق ومعدنه الأصيل وقيمه وأخلاقياته، الذين أعادوا الهوية العراقية وثوابتها الوطنية التي هي في صلب مشروع إنهاء وتدمير العراق من قبل المحتل الأمريكي ووكيله الإيراني. السجل الإجرامي لتاريخ الاحتلال في فلسطين حافل بالجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهو يتواصل منذ بدء هذا الاحتلال واغتصابه لفلسطين وحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وإنهاء احتلاله دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية وملاحقة قادته على تلك الجرائم وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذ القرارات الشرعية ذات الصلة، والتي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. مقال الكاتب سري القدوة في صحيفة الدستور الأردنية. تمارس حكومة التطرف العنصري من خلال أذرعها المختلفة، وتشارك بشكل مدروس مع الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وطمس تاريخها وهويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية، متجاهلة الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس،
وتتواصل تلك الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة الإعلان مؤخراً عن الموافقة المسبقة على البناء غير القانوني لأكثر من 3000 وحدة استيطانية ومخطط بناء في مستوطنة غفعات هامتوس على أراضي بيت صفافة جنوب القدس المحتلة، واستكمال المنطقة المعروفة باسم إيه لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلاً عن مخطط بناء 9000 وحدة استيطانية على أرض مطار قلانديا شمال القدس المحتلة، وتعزيز الاستيطان في قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. يسعى الاحتلال وضمن مخططاته الاستعمارية وسياسته الاستيطانية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع تسوية الأراضي للسيطرة الكاملة على العقارات وآلاف الدونمات في القدس المحتلة وتهجير آلاف الفلسطينيين استناداً لما يسمى بقانون أملاك الغائبين الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي في سرقة علانية وأمام العالم أجمع للحقوق التاريخية وأملاك الشعب الفلسطيني وبمساعدة ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي. إعلان حكام إسرائيل تصنيف 6 من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية هي خطوة إضافية تؤكد أن منظومة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلية في سعيها إلى الحفاظ على بقائها وعلى مصالحها تتحول نحو الأنماط الفاشية بتحريم حرية الرأي والتعبير والاعتداء على حق الفلسطينيين في إقامة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعلى حقهم في تشكيل منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الناس وتكشف وتعري حقوق أو خروق حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال ومنظومته العنصرية، مقال الكاتب مصطفى البرغوثي في العربي الجديد. جاء ذلك الإعلان ليكشف مرة أخرى عن أهم جوانب استراتيجية الحركة الصهيونية في نزع إنسانية الفلسطينيين وقمع حقهم في مقاومة الظلم والعدوان ووسم نضالهم أياً كان شكله بالإرهاب، فيما الإرهاب الحقيقي هو في الواقع ما تمارسه أجهزة الأمن الإسرائيلية وجيش الاحتلال من تخويف للفلسطينيين لشل قدرتهم ومنعهم من إسناد احتياجات صمود مجتمعهم وبنائه في وجه نهب وطنهم والاستيطان الاستعماري والقمع الذي يتعرضون له وترهيبهم حتى يصبحوا عاجزين عن كشف ما يتعرضون له من قمع وتنكيل وخائفين من إظهاره. أسمت هذه المنظمات بالإضافة إلى القوى السياسية والمجتمعية والجمعيات المحلية في تشكيل واحد من أقوى المجتمعات المدنية في المنطقة العربية والمحيط الإقليمي بأسره، ومنذ وقع الاحتلال عام 1967 أدت هذه المنظمات دوراً بارزاً في إسناد صمود المجتمع الفلسطيني في وجه محاولات الاستيطان والترحيل والتهجير، ولعبت دوراً حاسماً في المجالات الصحية والزراعية والاجتماعية والتعليمية والتنموية لدعم الاحتياجات الحيوية للمجتمع الفلسطيني ومساعدة الفلسطينيين على البقاء والصمود، وقامت بدور حاسم في تعزيز الوجود الديمغرافي على أرض فلسطين الذي يشكل المعضلة الأكبر للحركة الصهيونية. لا يقتصر الهجوم الإسرائيلي المخطط على المنظمات الست التي أعلنها، بل يمتد هذا الهجوم لضرب كل نشاطات المجتمع المدني في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية. لم تنجح إسرائيل في الماضي ولن تنجح في المستقبل في كسر إرادة المجتمع المدني الفلسطيني وصموده ومثابرته. سلط تقرير حقوقي الضوء على الانتهاكات الروسية في سجن المزيد من المعارضين السياسيين في البلاد في الآونة الأخيرة بحسب التايمز. ونقل التقرير عن منظمة حقوق الإنسان في روسيا موميريال أن عدد السجناء السياسيين في روسيا زاد أكثر من 8 مرات منذ عام 2015 مع احتجاز 400 شخص بسبب معتقداتهم، من أبرزهم المعارض المعروف أليكسي نافالني وأندريا بيفوبارف،
والرئيس السابق لمجموعة روسيا المفتوحة ألكسندر غاباشيف وهو شمان من سيبيريا، ثم تم نقله قسرا إلى مستشفى للأمراض العقلية بعد تعهده بطرد الأرواح الشريرة من الرئيس بوتين. قال الناشط في منظمة ميموريال سيرجي دافيدز لموقع ميدوزا الإخباري: يمكن مقارنة عدد السجناء السياسيين في روسيا بعدد السجناء خلال الفترة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي قبل أن يطلق سراحهم ميخائيل غورباتشوف، ويقضي نافالني عامين ونصف بتهم الاحتيال التي يقول إنها ذات دوافع سياسية. ينفي الكريملين أن روسيا تسجين الناس بسبب آرائهم السياسية، واتهمت ميموريال الكريملين باحتجاز أقارب شخصيات المعارضة كرهائن، مشيرة إلى قضية يوري زدانوف 67 عاما والد إيفان زدانوف أحد كبار حلفاء نافالني الذي اعتقل في آذار مارس بتهم الاحتيال التي يقول منتقدون إنها أتت انتقاما لانتقاد نجله لبوتين، ويمكن أن يواجه الأب ما يصل إلى 10 سنوات في السجن. وقال ألكسندر بودرابينك الصحفي الذي عايش الحقبة السوفيتية للتايمز: إننا نعود إلى الأساليب التي كانت تمارس في الحقبة السوفيتية. وأدرجت ميموريال المعتقلين من الأقليات الدينية في روسيا ضمن السجناء السياسيين، حيث تمت إضافة 68 سجينا هذا العام من جماعة مسيحية محظورة منذ عام 2017. نشر موقع ميدل إيست تقريرا للكاتب أحمد الدردير أشار فيه إلى أن لعبة الحبار الذي أصبح أكثر مشاهدة على نتفليكس أصبحت ظاهرة مثيرة للقلق. وأوضح الموقع البريطاني في تقرير له أن المسلسل الكوري يبين أن الرأسمالية غير المقيدة في أنقى أشكالها تعني حربا شاملة من قبل الكل ضد الكل. وتكثر في المسلسل الإشارات والاستعارات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي تشهدها كوريا الجنوبية، حيث الحرمان والركود الاجتماعي الذي يكابده الممثلون عن الصراع الطبقي في البلاد، كما أنه يشير إلى معاناة العمال الأجانب ودور الرأسمالية في تعزيز العنصرية. غدت لعبة الحبار من إنتاج نتفليكس ظاهرة مثيرة، ففي سوق تهيمن عليه شركات الإنتاج الأوروبية والأمريكية بات المسلسل الكوري الجنوبي أكثر عرض مشاهد عالميا، ليس هذا فحسب بل اشتهر عن أنه الأكثر إثارة للقلق. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.